إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما تصدم يجب أن تقول إنا لله، أنا فلوسي أسهمي تجارتي كلها لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، راح نرجع لله عز وجل يوم من الأيام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. أصعب، المال قد يعوض. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تبكي عند القبر، قال يا أمة الله اتقي الله واصبري، من شدة الألم والمصيبة ما تدري أن الرسول يكلمها. قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي، أنت ما صار فيك اللي صار فيني. بعض الناس على باله مصيبته ما في مثلها بالدنيا، ما يدري أن كل واحد وفي إنسان مصاب أكثر منه. يقول فذهب النبي إلى بيته فقال الناس لها ماذا صنعت هذا رسول الله، فدخلت عليه تعتذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قد كتبها الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كل شيء مكتوب، ما أخطأك لم يكن ليصبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كم من الناس من رمي في السجن وهو مظلوم، كم من الناس من استدان لحاجة ضرورية لأولاده أو لعلاج أو لغيرها من حاجيات الحياة، كان يظن أنه سيرد دينه لكنه لم يستطع فألقي في غياهب السجون. الابتلاء لا بد منه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، لا بد. الابتلاء نازل نازل، المصيبة تنزل تنزل، هذا قدر الله عز وجل في الأرض كلها، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار مستحيل. من الأشياء التي تصبرك يا عبد الله على المصائب، على هذه الابتلاءات، أن تعلم أن كل مصيبة تكفر الذنوب، ونهاية هذا الصبر جنة عرضها السماوات والأرض. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يظن الناس الإيمان ما في ابتلاء واختبار، هذه كلها اختبارات، فقد مال، فقد أنفس، أمراض، ابتلاءات، مصائب، ظلم من البشر، كل ابتلاءات. الله يبي يشوف الناس مؤمنة ولا كلام فاضي بس إيمان وقت المصيبة فقد إيمانه. الصبر أنك تمسك النفس عن الجزع واللسان عن السخط والكلام الذي لا يرضي الله عز وجل، واليد والجوارح ما تلطم وجها، ما تشق جيبا، ما تنفش شعرا، كل هذا لا يرضى الله به. الصبر، ما في باس تدمع العين، ما في باس بكاء معقول، ما في باس يتلفظ اللسان ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سئل الإمام أحمد متى يرتاح العبد، متى نرتاح؟ قال عند أول قدم نطأها في الجنة إن كتب الله ذلك. تستقبلهم الملائكة عند أبواب الجنان، تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ونهاية هذا الصبر جنة عرضها السماوات والأرض.